وكالعادة بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لفيليبو جراند المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وثمن سيادته علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين. صحيح، امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجموعه الاقتصاديه لمناقشه عدد كبير من الملفات المهمه على طاوله مجلس الوزراء، والخاصه بتطور اداء ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالي الجاري. وترأس ايضا رئيس الوزراء الاجتماع 15 للوحده الدائمه لحل مشكلات المستثمرين. تفاصيل واخبار اخرى في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي تصدرت الاهتمامات امبارح أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وثمن الرئيس علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود اللي بتبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين. وكمان أكد سيادته أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة. وامبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقدم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيس لتركيا لفترة رئاسية جديدة، وأعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين قررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مطار القاهرة الدولي الدكتور محمد أشتيا رئيس وزراء فلسطين اللي بيزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، وعقد مدبولي وأشتيا جلسة مباحثات موسعة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة زي تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 وتحقيق فائض كلي مدفوع بالمؤشرات الإيجابية اللي حققها قطاع السياحة مع حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلاً عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع 15 للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة مستعدة لإقرار الحلول التي يتم التوصل إليها من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مضللة، والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على إنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليست تأشيرة زيارة وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الثانية طراز ميكو A200 اللي تم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية إيزاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. ورفع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية العلم المصري على الفرقاطة القهار واللي تعد الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وده خلال احتفالية أقيمت بمدينة بريمرهافن الألمانية.
أما بالنسبة لأخبار المحافظات، فمحافظة بورسعيد أعلنت امبارح الانتهاء من توريد محصول القمح بنسبة 100%. أما محافظة القليوبية فقررت أنها تخفض تعريفة ركوب خط العبور السلام وتشدد الرقابة على السائقين من أجل الالتزام بهذه التعريفة المخفضة. أيضا امبارح في شمال سيناء تم وضع حجر الأساس لمجمع خدمات مصر بمدينة العريش، وفي مطروح تم استقبال أولى رحلات الشارتر بمطار العلمين الدولي. خلينا في تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي أعلنت توريد 100% من القمح في الشوان والصوامع بالمحافظة منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن. في الغربية أكدت المحافظة إن مشروعات حياة كريمة في زفتة قاربت على الانتهاء بنسبة 90%، وإجمالي هذه المشروعات 876 مشروع داخل 54 قرية و88 تابع بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه. في القليوبية قررت المحافظة تخفيض قيمة تعريفة خط العبور السلام ل 6 جنيه بدلاً من 7 جنيه ونص، وده في استجابة سريعة بعد التنسيق اللي تم مع محافظة القاهرة، مع استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة. في شمال سيناء تم وضع حجر الأساس لمجمع خدمات مصر في مدينة العريش. يقام المجمع على مساحة 4200 متر مربع لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء المحافظة، من بينها خدمات المرور والسجل المدني والشهر العقاري. في أسوان تم تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً في قرية بمبان التابعة لمركز دراو وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، ونجحت هذه القوافل الطبية في إجراء الكشف الطبي والعلاجي ل 2296 مواطن ومواطنة. في أسيوط تم تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقريتي العقال البحري ومنشأة البداري بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تعدت 97% للشبكات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل اللي بتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز البداري. في مطروح استقبلت المحافظة أولى رحلات طائرات الشارتر السياحية القادمة من دولة كازاخستان في مطار العلمين الدولي، وده مع بدء حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح في موسم الصيف. في المنيا شهد مركز ومدينة مطاي افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.